وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال توقوا إلى العلم من نفعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال لنلقى رضا الله في كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، وأن يعمنا في هذه اللحظات الطيبة بالنفحات إن شاء الله. نحن في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة. إذا أردنا النجاة في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق، وكان له من الأخلاق العظيمة قل ما تشاء. هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام علي رضي الله عنه وسأله، قال له يا علي، يعني رجل جيل لسيدنا علي بيقول له إيه، هل تستطيع أن تعد لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه سيدنا علي بن أبي طالب، قال له يا رجل هل تعرف العد؟ أنت بتعرف تعد؟ فقال له الرجل نعم. قال عد لي متاع الدنيا. فقال الرجل لا أستطيع أن أعد متاع الدنيا، ولكن قال الله قل متاع الدنيا قليل. فقال سيدنا علي للرجل يا رجل لا تعرف أن تعد متاع الدنيا وهو قليل، وتطلب مني أن أعد ما هو عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. فكان صاحب الخلق، ومنه نأخذ ونقتطف أو نقطف بعض الزهور لننير به الحياة، لننير بهذه الزهور الحياة، ونأخذ العظة والعبرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، ولقد وصف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان لا يقابل الإساءة بالإساءة، كان يقابل الإساءة بالإحسان، وهذا ما نريده نحن. تيجي تعلم ابنك تقول له اسمع يالا، اللي يضربك قلم يضربه ايه؟ قلمين، واللي يشتمك مش عارف ايه ولعن ابوه. بنعلم اولادنا احنا كده على فكره، وبنبقى مبسوطين قوي. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في موقف، هذه امراه عجوز لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرفه، وإذ بهذه المرأة
أمامها الحمل الثقيل، عايز اللي يشيل وصدها ويروح يرفع الحمل على رأسها. فلقيت شاب يمر لا تعرفه، يا بني احمل علي هذا الحمل. فحمل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلى ما تريد، إلى بيتها أو إلى السوق. ووقفت كده واسمع بقى المحاضرة اللي ادتها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له اسمع يا بني، هي مش عارفة، هناك شاب اسمه محمد جاء بدين جديد، جاء ليفرق بين الزوجة والزوج والأب والابن. لا تسمع لهذا الشاب ولا تسمع لهذا الرجل. شو بقى لو انت بقى انا غلطان، طب انت كذا، شو بقى الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع كلامها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وهل رأيتيه يا خالة؟ هل رأيت هذا الشاب محمد؟ قالت له: لا. قال: فأنا محمد. قالت: أأنت محمد؟ قال: نعم. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. الأمم تبنى بالأخلاق، عندما تنهار أمة لا تكون سبب في انهيارها أسباب اقتصادية أو سياسية أو غيرها، إنما السبب الرئيسي في انهيار الأمة الأخلاق، ضياع الأخلاق وانهيار الأخلاق. ماذا تريد من أمة عنوانها لا أخلاق فيها، لا تتقدم، لا تنهض، لا تتقدم، إنما تتأخر وتموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما. وشوف بقى لما واحد يعمل فيك حاجة بتبقى أنت عايز تنتقم، تنتقم منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ورجل يخاف أن يدخل مكة في هذا اليوم، حبار بن الأسود الذي فزع بناقة السيدة زينب بنت النبي، وليست السيدة زينب هي الآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم بنت اسمها زينب، تقريبا هي زوجة سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فزعها وهي حامل في شهرها الأخير فوقعت، قالوا فسقطت الحمل، فسقط حملها، ثم بعد ذلك بعد فترة قالوا ماتت. وفي يوم الفتح خاف هبار أن يدخل مكة خوفا من انتقام وثأر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يعتقد أن الأمم تبنى وتنهض بالانتقام، ولكنها عند النبي صلى الله عليه وسلم تبنى وتنهض بالغفران. فلما دخل هبار بن الأسود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذ به يعود ويهرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه: يا هبار، خذ يا هبار، عد، لقد عفوت عنك يا هبار، انظر إلى هذا العفو. ماذا فعل هبار؟ كان سببا في قتل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسببا في قتل جنين في بطنها، ومع ذلك ينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تقدم وتعال يا هبار، لقد عفوت عنك. وإذ بهبار ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما في كل شيء،
تسمعون عن رجل كان ملكا من الملوك اسمه أمامة بن أثال أو ثمامة بن أثال، قل ما شئت سواء أمامة أو ثمامة. هذا كان ملكا وكان له شهرة وقتل من رجال النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل، وقطع رقابهم وأوثقهم وربطهم، وعاهد الناس أن يأخذ هذا السيف وأن يذهب لمحمد ليقتله. شوف بقى واحد جاي تلك، فذهب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فأسر، الصحابة مسكوه أسروه لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وشوف هيعملوا فيه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له، فقال النبي أين هو؟ قال هو مربوط في إحدى السواري يا رسول الله. قال أتعرفون من هذا؟ أتعرفون من هذا الرجل؟ من رسول الله؟ قال إنه ثمامة بن أثال ملك من الملوك. الصحابة رسول عم بيقول مالك، فكوا عنه هذا. وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم وأمر أهله بأن يأتوا بالطعام، وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه الطعام لهذا الرجل، وأمر بحليب من ناقته تحلى بالناقة لهذا الرجل. الصحابة ما واقفين، إيه اللي بيحصل ده؟ ده جاي تلك وقتل منا الكثير يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا، ونظر إلى ثمامة وقال له ما عندك يا ثمامة؟ أنت عندك إيه؟ قال خير يا رسول الله. قال له إن تلتني فأنت عندك إيه؟ حق، أنت محق في قتلي. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش هيقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكوا أسر هذا الرجل وانصرف. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، قال لماذا عدت؟ أنت رجعت ليه؟ قال يا رسول الله خفت أن أعلن شهادتي أمامك، يعني أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تقول خوفا من كذا ومن كذا، أما أنت فككت أسري وعفوت عني، فجئت إليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله بالإخلاص والإحسان. يفتح الله عز وجل القلوب والآذان لأي بيان. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى في الشكر والرضا، شكر ربنا سبحانه وتعالى في كل حال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى طعامك اليوم، انظر إلى شرابك اليوم، انظر إلى لباسك اليوم، انظر إلى حياتك اليوم، انظر إلى نعيمك اليوم، وانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد. وكان لو أراد أن يكون كذا وكذا 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 لفعل، وكان مع ذلك كان شاكرا لربه، كان يصلي حتى تورمت قدماه. فتقول له السيدة عائشة هون على نفسك يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنما إحنا عندنا الشكر الحمد لله، وتلاقيه ما يدخلش المسجد، قاعد على فرشته في البيع الشكر لله رب، وتلاقيه بيعمل وبيعمل. الشكر مش مصمصة الوجه الكفين أماما وخلفا،
الشكر عملي لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عاهد الشاكرين بالإيه؟ بالزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، مش بمصمصة الإيد ولا بالكلام ده، لأ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تورمت قدماه ويقدم أفلا أكون عبدا شكورا. إذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق العظيم والرحمة للعالمين والهادي السراج المنير حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟ أحبتي في الله، لابد من مراجعة لأنفسنا، لماذا تعيش على هذه الدنيا؟ هل تعيش لنفسك فقط؟ لا، نعيش لأنفسنا ونعيش لغيرنا ونعيش لنسعد أنفسنا ونسعد غيرنا. ومن سئل هذا السؤال فجاوب: من أسعد الناس؟ وجمال اللغة فيها. قيل له: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. من أسعد الناس؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السعداء الذين سعدهم الله عز وجل وسعدوا في الجنة إن شاء الله، وأسعدوا غيرهم في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يبارك في إدارة هذا المسجد، وأن يبارك فيكم جميعا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، فله الحمد الذي جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم الأمين والرسول الرؤوف الرحيم المرسول رحمة للعالمين، فطوبى لمن آمن به وصدقه، وويل لمن كذبه وشاققه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وأشهد أن محمدا إمامنا وقائدنا ورائدنا وطبيبنا وشفيعنا وحبيبنا، سبحان من أتاه الحكمة وفصل الخطاب فبين للناس أمور دينهم ودنياهم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم أما بعد، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وجعل الله الجنة مثوايا ومثواكم، كل عام أنتم بخير. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنحن نشكر الحاج أحمد ومجلس الإدارة لسعيهم لإقامة الأمسية بينكم، ونشكر فضيلة الشيخ رياض علام الذي من المولى عز وجل عليه بمزمار من مزامير داود لما أسمعنا وإن شاء الله نسمعه في الإنشاد. ونشكر صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ محمد بدر إمام وخطيب مسجد السلام ومن كبار علماء الأوقاف، ونشكركم جميعا وأشهد الله إني أحبكم في الله. قبل أن نتحدث عن حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، كنت أتحدث آنفا مع زملائي بالهجوم في هذه الأيام ومن قبل على السنة، هجوم ضاري. البعض، وأنتم تعرفون مين،
لا أحبذ ولا أحب أن أذكر أسماء. يريد أن يفضح لك في السنة تحت بند بأننا قرآنيين. إحنا بتوع القرآن وربنا أنزل لنا القرآن، إحنا نبتهد فيه، مش محتاجين سنة. إذا رجعنا بالماضي إلى معبد الجاهلي في البصرة أيام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث القدر، حديث كلكم عارفينه في الأربعين النووية، حديث رواه الإمام مسلم والبخاري، قال هناك قرآنيون ينكرون القدر، أي أن الموضوع قديم، ولكن هناك مغردين في هذه الأيام في الفضائيات يقول لك إحنا مش معترفين بالسنة، بيقضح بالسنة. طب هيا نعرج في بعض القرآن يا من تدعون أنكم قرآنيون ولا تعترفون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على من نزل القرآن؟ من الذي أعلمنا بوجود الرحمن؟ الآية 7 من سورة الحشر يعلمنا الحق سبحانه وتعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه، أيها القرآنيون، مش ده القرآن؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، مش ده القرآن؟ القرآن اللي علمنا الحق في الآية 2 و3 من سورة النجم، قول الحق على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مش ده القرآن؟ أي أن محمد صلوا عليه. عايزين نعمل اتفاق، ميثاق بيننا، تغتنم الفرصة حين أن تسمع اسم حبيبك وشفيعك ومصطفاك، وتشرف وتشنف لسانك وقلبك بالصلاة والسلام على خير الأنام، فهو القائل من صلى علي مرة صلى. ها؟ هتساعدوني ولم العدة وامشي؟ صلى الله بها؟ من؟ من الذي يصلي عليكم؟ الله؟ أي منا وأي عظمة أن يصلي عليك الحق سبحانه وتعالى. وأعلموا يا أحباب رسول الله بأن صلاة الحق رحمة له، اللي مش عايز رحمة ربنا، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا من تدعي القرآنيون أنت أبعد ما تكون عن القرآن. مولى عز وجل في الآية 80 من سورة النساء علمنا بأن اللي بيطيع الحبيب المصطفى قائلا ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، مش ده القرآن؟ لا 59 من سورة النساء أيضا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء اختلفتم هتردون مين؟ إلى الله ورسوله، مش ده القرآن يا من تدعون القرآن؟ لا، الأعظم من ذلك الآية 65 أيضا من سورة النساء، حين أن يقسم رب العزة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا مش يحكموك بس، خلي بالك احنا هنأخذ بعموم اللفظ، أسباب النزول خلاف ما بين أحد الناس وابن عمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغضب للحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش يحكموك بس، أي أن لا يكمل إيمانك إلى أن ترجع في أي خلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكثر من ذلك، ثم لا يجد في صدورهم حرج مما قضيت، لو الأفضل كمان، ويسلموا تسليما. مش ده القرآن يا من تدعون القرآن؟ أقول ولا أبالغ بأن الحق سبحانه وتعالى اصطفى من الزمان ليلة 12 من ربيع الأول ليجعلها ربيع للعالمين. حين ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في فجر ذلك اليوم، حين أن رأت ستنا آمنة
ضوء فاستبشرت، لكنها خافت وخشت أن تلد الحبيب المصطفى خارج مكة، لأنها تعلم بأن أبرهة جاء على رأس جيش ليهدم الكعبة. استبشرت حين أن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يرسل طير أبابيل للأحباش، كانت بداية إعجاز حبيبكم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فنزل صلى الله عليه وسلم موحدا وساجدا لله، واهتز إيوان كسرى آن شروان، فتسقطت منه 14 شرفة، وانطفأت نار المجوس التي كانت لا تنطفئ، ونكست الأصنام، ويبست زال عنها ماءها بحيرة ساوة. إذا تحدثنا عن الإعجاز للأنبياء فأقول كل نبي ينتهي إعجازه بموته. هل تصلح عصا موسى بعد موت موسى؟ هل يستطيع عيسى عليهم جميعا وعلى ربنا الصلاة وأزكى السلام أن يشفي المرضى ويحيي الموتى بعد موته؟ لكن إعجاز حبيبكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم دائم وباقي إلى يوم الدين، ألا وهو القرآن الكريم، دستوركم فيه كيف تعامل الزوجة والأخ والصديق والعمل والطريق، إعجازه دائم. وهل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له إعجاز مادي ملموس؟ بل كان له كثير، حين أشار بأصبعه للقمر فشق القمر، حين أنزل الحق والماء ينغمر من بين أصابعه، حين أن حدثه كتف الشاه وقال يا محمد إني مسموم، حين أن رآه الجمل فأظرفت عيناه فاقترب منه صلى الله عليه وسلم وقال من صاحب هذا الجمل؟ قال الأنصاري نعم يا رسول الله، قال اتق الله في الجمل، اطعمه ولا تؤدبه، فهو يشكو منك. سبحان من علمه لغة القمر الجمل، نادى إلى الشجرة وسألها أن تعود. كثير من إحداثه بركة الطعام، كلكم تعلمون في غزوة الخندق كان الصحابة كل يربط على بطني حجر، فذهبوا يشكو لرسول الله، رفع ثيابه صلى الله عليه وسلم وجدوا هو يربط حجرين، يا أبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. أراد صحابي أن يستضيفه، وكان يملك مد من الشعير والمد هكذا وشاة صغيرة، فقال يا رسول الله أدعوك للغداء. صلى الله عليه وسلم مكث كثير لا يأكل الطعام، فدعا الحبيب المصطفى كل أهل المدينة وكانوا 1000، إن أخوكم يدعوكم للقطار يا رسول الله، إنه مد من الشعير بعد الألف ده. قال اذهب واخبر زوجتك ألا تضع الخبز في التنور في الفرن إلى أن أأتي ولا تفعل شيء. فكانت بركة الطعام من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكل كل أهل المدينة وبقى لأهل البيت الأكل. وسأله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب الزراع من الشاة، اعطني الزراع فأعطاه الزراع، اعطني الزراع فأعطاه الزراع، اعطني الزراع فأعطاه الزراع. قال يا محمد أهو الشاة أكثر من زراع؟ قال والذي نفسي بيدي إن لم تخبرني لكلما سألتك أعطيتني صلى الله عليه وسلم. كثير من الإعجاز، ولكن هيا بنا لنعلم كيف نحتفي به صلى الله عليه وسلم في الوصايا العشر، ونطوف إلى بعض منهم. والاحتفال بالحبيب المصطفى في كل وقت وحين طول العام في اليوم كذا مرة بطاعته. تعال نشوف الوصايا العشر، هنبدأ رقم 1 بصدق محبته صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ثم التفقه في سيرته صلى الله عليه وسلم، ثم بالزود عنه ونصرته صلى الله عليه وسلم، ثم بمحبته لأهل بيته وعشيرته صلى الله عليه وسلم، ثم بالتمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم، ثم بالتخلق
بسماحة خلقه صلى الله عليه وسلم، ثم بالسعي إلى زيارته صلى الله عليه وسلم، وبالرحمة والرفق بأمته صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والسلام عليه، وطلب رفقته وشفاعته صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل عليكم، نطوف قليلا بصدق محبته صلى الله عليه وسلم. ما ينبغيش أن تقول إنك بتحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تتبع سنته، يبقى صدق محبته هيصل بك باتباع سنته، وإلا هتحذر المقت. يبقى هتقول بقى لا تفعل، والمولى عز وجل علمنا بالمقت الآية 2 و3 من سورة صف، وكأنه بدأ بعتاب يا الذين آمنوا لما قول يا مولانا سمعنا صوتك. بدأ ليه؟ تقول من غير ما تفعل، وبعدين خلي بالك كبر مقت عند الله، ده بينطق قوي. فلذلك لما تقول أنا بحبه صلى الله عليه وسلم تتبع سنته، تمشي على نهجه، تنتهي بنواهيه صلى الله عليه وسلم، أنت الفائز ورب الكعبة. لو كان عندك صدق محبتي رقم واحد، وهو الأقوى والأعظم، حين أن روى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة، فأجاب: خير الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام، السؤال بسؤال، وما أعددت لها. بتسأل على يوم القيامة عملت له إيه؟ قال: ما أعددت لها من كثرة صوم وصلاة وزكاة، زي حالاتي كده على قده، سوى إني أحب الله ورسوله، سوى إني أحب رسول الله. عارفين حبيبكم قال له إيه بعد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم؟ أنت مع من أحبب الله. صدق محبتك يحشرك معاه في الفردوس الأعلى. نعم، مع الحبيب المصطفى. نعم، أنت مع من أحببت. سيدنا أنس يقول: ما فرحنا بشيء بقدر فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. سيدنا أنس يقول كذلك. فنحن نحب رسول الله أبو بكر وعمر، ونحن جميعا نقول مع أنس: نحب رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي وأنس، صلى الله أن يجمعنا معهم. فضل عظيم، بصدق محبته هتبقى معاه في الجنة، بصدق محبته هيكمل إيمانك. ما حبيبكم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين ومالي، وفي رواية: ونفسه التي بين جانبيه. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمحبته هتذوق حلاوة الإيمان، كما علمنا فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إيه هما؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو مين ممكن يسبق حب الله ورسوله في قلبك؟ الأموال بيد من؟ قلوا لا إله إلا الله. الأولاد بيد من؟ قلوا لا إله إلا الله. المناصب الدنيا وما عليها منك من؟ إذا أردت الدنيا وأن تذوق حلاوة الإيمان لا يسبق حب الله ورسوله في قلبك. اتباع سنته بصدق محبته هيصل بك بالرأفة والرفق والرحمة بأمته. هي دي، بس محتاج شوية التفقه في سنته عشان تعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم كم ضحى، كم أحببكم وفضلكم وآثركم على نفسه، وذلك في احتضانه وفي الشفاعة. كلكم تعلمون بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. يصل بك الرفق والرحمة بأمتي، أي الحب في الله، هتحب أخوك ده في الله، هتحب الرجل ده في الله، لأنك بتحب رسول الله وتتبع سنة رسول الله. وسنة رسول الله قال لي أحبه في الله: إذا أحببت أخوك في الله يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما علمنا في الحديث القدسي: ينادي رب العزة يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي لأظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الرأفة والرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة
رواه الإمام مسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم اثنان تحب الرحمة في المجد. سبحان من أعطاه الرحمة في الآية 159 من سورة العمران قال الحق له سبحانه وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض منهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا أسرفنا في الحديث عن رحمة الحبيب المصطفى وأن تقتدي به وتكون على رفق ورحمة لأن ده أمر المولى عز وجل حين أن أخبرنا سمات وصفات الأمة المحمدية في الآية 29 من سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه مالهم يا مولانا أشداء على الكفار رحماء بينهم. شفت صدق محبته واتباع سنته والرفق بأمتها يخليك في عيد رحماء بينهم ومش رحماء بينهم عشان أمور دنيوية يبتغون فضلا ممن؟ من الله ورضاه. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر وضع القرب تواضع والخشوع. بقينا نتعالى على بعض أول أيام دي كل اتنين يختلف تعرفش أنا مين؟ عشان نتكلم مين؟ انت مين؟ تقولك نطفة وآخرة تجيبه وتعمل بين ذلك العذرة. تعالوا نختم بحديث جميل والحديث صححه أو حسنه الألباني للأمانة العلمية رواه عبد الرزاق بسنده من حديث عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري. سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما أول شيء خلقه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم خلق الله نور نبيك من نوره وجعله يدور بالقدرة ولم يكن هناك لوح ولا قلم ولا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا إنس ولا جن ولا ملك فجعل النور خلق نور نبيك من نوره وقسم ذلك النور إلى أربع أقسام. القسم الأول خلق منه القلم والثاني اللوح والثالث العرش وقسم القسم الرابع أربع أقسام. خلق من القسم الأول الجنة والنار ومن الثاني السماوات ومن الثالث الأراضين وقسم الرابع أربع أقسام. خلق من القسم الأول نور أبصار المؤمنين ومن القسم الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان من زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع صاحب الخلق العظيم في الفردوس الأعلى ليسكنا من يده الشريفة شربة الله نضمأ بعدها أبدا. هنستأذن حضراتكم بعد الإنشاد من فضيلة الشيخ رياض هنسمع إن شاء الله تعالى أيضا قرآن من فضيلة الشيخ اللي أنا أجلت شكره لأنه حضر وهو مريض لأنه كان المفروض هيبقى معانا مع فضيلة الشيخ الأول فضيلة الشيخ إبراهيم الفشل هيختم أيضا بعد الإنشاد بالقرآن الكريم وكل عام أنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
عليه وسلموا تسليما. سلام على طيب، سلام على الحرم، سلام على من خصه الله بالكرم، سلام على الأمم وأكرم مبعوث به الرسل قد ختم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام على من سار ليلا، سلام على من سار ليلا إلى العلا وكان له جبريل من جملة الخدم، سلام على من شرف الله قدره وأيده بالمعجزة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام على الممدوح في نون والقلم، سلام على من قال للبدر في السماء ألا فانقسم نصفين يا بدر فانقسم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام
على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشك من ذلك من ألم سلام على من قال للضب من أنا فقال رسول الله أرسلت للأمم سلام من قال يا رب أمتي يا رب أمتي أجرها من النيران قال نعم نعم فأنت لنا عز رفيع وفي غد تكون شفيع المذنبين من عدم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. و
وإذ قال موسى لقومه يا قوم بما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم الفاتحة توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال لنلقى رضا الله في كل حال.